انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات ما انا راجل ومعايا ست ستات. هما ليه سموها راس السنة مش رجليها؟ أنا أقول لحضرتك يا حماتي لأنها بتطل علينا من فوق أعناق جميع الأشهر دون أي منازع. يا ريتني ما سألتك. واو واو تري جولي يا رانيا، مش معقول الديكوراسيون اي تري جولي. أو كده المفروض يكون البيت ده بقى التغيير اللي بجد. فعلا يا مامي، الشجرة ادت شكل حلو جدا للشقة. ادت شكل هايل هايل للشقة، شجرة وعيد ميلاد وراس السنة. أنا كان ماله من الحاجات دي، أخرب بيتك عادي. بيبي بليز دون فورجيت ان انت تجيب لنا تورتايه كبيره موت كلها شوكولا شوكولا، لان انا بحب الشوكولا قوي. شوكولا ايه؟ انا هجيب تورته شوكولاته وخلاص. نو رانيا نو شيري، انا جي بريفير التورته اللي ملفي من فضلك. لا لا لا، انا عايزه تورته الفواكه فيها موس كتير، يوستفندي، برقوق، عشان ادعي لك ليله راس السنه وانت عارف دعايا. انا بقى يا بابا عايزه جاتوه. جاتوه حاضر. عادل اخويا وانا عارفاه، واللي ربى خير من اللي اشترى. هو كيلو بسبوسه يتيم هيجيبولكوا على السفره كده مليان سوداني مزرنه، ولتر واحد حاجه ساقعه، وكل واحد فيكم يحط كوبايته قدامه وياخد هبابه ونقعد نشنتف في الكوبايه كده نشنتف. وبعدين راس السنه مش النهارده، راس السنه لسه هيجي بكره، يعني بكره لسه في مصاريف. هي بيبي حبيب قلبي كل سنه وانت طيب. يا ترى يا هل ترى هل تذكر كم كريسمس عدى على عيد جوازنا المديد؟ انا فاكر في مواسم كتيره عدت علينا من يوم ما اتجوزنا، يعني عندك الموسم بتاع حرب الخليج وعندك الزلزال وعندك انفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور. انا مش عايز بس افكرك بكل حاجه عشان الحسد يعني. والله فيك الخير يا عادل، فاكر كل الاحداث السودة المريره اللي مرت في جوازكو، ولسه ما خدتش موقف لسه. اسم الله على جوازتك انت واحداثها المريره اللي لسه ما خدتيش فيها موقف. تقصدي يا رانيا؟ على فكره انا ما اقصدكيش ولا اتجرأ على اتكلم عليكي ولا عن جوازك ولا عن طلاقك. بحسب. يا رانيا بابا نويل. واو واو. قولوا لي انتوا عندكم اطفال؟ حضرتك عايز اطفال ايه يعني؟ ايوه عشان اوزع عليهم هدايا عيد الميلاد. حضرتك احنا كلنا اطفال كلنا اطفال. طيب تسمحوا لي اخش بقى عشان اوزع الهدايا عليكم؟ طبعا طبعا. عمك يا بابا نويل، عمك عمك. اهو اهو اهو، وادي بتاعت الهدايا بتاعتك يا بابا نويل. يا ابني حكيت بسرعه. لا لا لا، ما حدش مد ايده، انا بابا نويل هو اللي يقول له مد ايده. ايوه يلا يلا يا حلوه، انت اللي جنبي يا صغيره، انت مد ايدك وطلعي ايدك. يلا 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 بقى، هاتي حاجه حلوه، هاتي حاجه حلوه. نقي نقي نقي. سمي سمي. ها ها يلا بقى. ها افتحي بسرعه بسرعه. يلا افتحي افتحي فيها ايه؟ الموبايل ده بلوتوث ولا انفراريد؟ بقول لك ايه، تبعولي تبعولي. لا كده ماشي، شوفي مين هيجيب لك كارت ولا خط حتى. ماشي. وانت يا جميله مد ايدك وطلع هديتك انت كمان. يلا يلا بسرعه. على مهلك على مهلك هنا. افتح افتح افتح. خاتم دهب.
تبيعوا لي 100 جنيه؟ لا ماشي ماشي ماشي. وانت حلوه مد ايدك انت كمان الله يهديك. ميرسي يا بابا نويل موت. لا انت بقى نويل بس. انا هاخد اكبر واحده يا عادل. حلوه الكبيره دي حلوه الكبيره. ايوه بسرعه بسرعه بسرعه. ادى ادى بقى دبدوب بقى. لا انا ما بحبش الدبه دي. انتوا بتضحكوا على لا لازم تاخديها لازم تاخديها ما دام بابا نويل جاب. خديها. بقول لك يا بابا نويل انت خدت ثلاث ستات خد بقى بعديهم راجل وبعدين ثلاث ستات اسمه العدل يعني. ماشي ماشي كلامك. يلا يا راجل ولو انك انت قلت لي ان كلكوا اطفال. دمك زي العسل يا بابا نويل. انا اول مره اشوفك على الحقيقه. ركز يا عادل. حاضر حاضر حاضر. الهدايا الكبيره بتبقى كلام فارغ. الهدايا الصغيره بتبقى حاجات غاليه. يبقى انا هاخد حاجه صغيره. يلا يا عادل يا راجل يا رب على طول. يلا انا وراكي. انا هاخد حاجه صغيره بس عشان اوريكم ان انا قد ايه قنوع. يعني قد ايه قنوع. حاضر 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 حاضر. حاجه حلوه قوي قوي. ايه ده؟ ميداليا. ميداليا. مبروك يا عادل على الميدالية عقبال العربية. كتير ما بقى الا الآلي. بقول لك ايه يا بيبي انا من رأيي ان انت تشتري لها بنطلون وتعلقه فيها وتمشي بيها وهي تبقى هالي تبقى هالي يا بيبي. انا مش عايز ميدالية. ممكن ارجعها حضرتك واخد واحده تانية؟ ارضى بنصيبك يا ابني. طب حضرتك انا ممكن اديها لك مثلا وتديني اي هديه تانية وادفع الفرق يعني. الطمع يقل ما جمع. ايوه وبعدين يعني انا دي هعمل فيها ايه يعني؟ اعلقها في ودني انا ولا اعمل ايه؟ مش عايز الهديه دي مش عايز الهديه دي. اسمع الكلام يا ولد اللي قلته لك اللي انا بقى بابا نويل. بابا نويل بابا نويل. اول مره اشوفه على الحقيقه بس عامل مجهود جامد. مش عايزينه يعمل مجهود يا جماعه. سنه كبير 1000 سنه وبيطير فوق السحاب وبيشيل حاجات وبيتعب. يا عين امه ده كان شايل كيس اتقل من كيس الزباله وعمال يقول هدايا اللي عايز هدايا اللي عايز هدايا اللي عايز هدايا. ايه يا ماما ده انت حولتيه كده لبياع ربابيك يا عايز هدايا. لا يا ماما لا لا يا دكتور. ايه ايه الاخبار؟ عايز كشف كام حضرتك؟ لا لا بابا نويل لا 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 لا, لا. عموما حضرتك لو مش عايز فلوس ممكن تاخد هديه من الهدايا بتاعه بابا نويل يعني. من الهدايا بتاعته؟ اه حاضر ماشي اتفضل. هاخد الهدية دي. افتحها كده نشوف فيها ايه. افتحها ورينا بقى ورينا بقى. امبي فور. ايه ده؟ امبي فور ده غالي جدا. ده اغلى من الكشف بتاعك بخمسين جنيه. بقولك ايه بيعوا تبيعوا تبيعوا. لا لا بقولك ايه ده من بابا نويل صورني صورة عشان ولادي يصدقوا ان انا شفت بابا نويل على الطبيعة. ده امبي فور ما بيصورش. ده بيعرض اغاني بيعرض اغاني. انت مش عارفه. سجلني صوت معاه سجلني صوت معاه. انت مش عارفه. بيعولي بيعولي بيعولي. انا ماشي. سلام عليك يا دكتور يا دكتور يا دكتور. عليك. استنوا استنوا بيقول حاجة. استنوا بيقول حاجة. جينجل بيلز جينجل بيلز جينجل اول ذا واي. او وات فان ات از. الوحيدة اللي حافظة في العيلة ما شاء الله. الدكتور قال ايه يا اولاد؟ الدكتور قال انك لازم ترتاح واي حركة فيها خطر على حياتك. الدكتور ازاي يقول الكلام ده بس ولسه عندي راس انا والهدايا والاطفال؟ لا انا هقوم اوزع الهدايا. لا 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 خليك يا بابا. بالنسبه للهدايا ما تقلقش خالص يا بابا. يعني حضرتك انت ترتاح وتروح بيتك ترتاح وانا الهدايا دي اخدها يعني اوزعها انا كلها ولما تخلص اجي لك على بيتك اخد هدايا تانية واخلصها وبعدين ارجع تاني اخد هدايا تانية واوزعها. ايوه بس كده هتعبك خالص. يا سلام اتعبني انت بس يا بابا نويل وملكش دعوه يا ابو الهدايا الجميله والغاليه. عيني عليك يا عادل يا ابني عجزت بدري. صورني مع بابا علشان اوري سارة في المدرسة لاصحابي واقول لهم ان انا عندي اتنين بابا بابا نويل وبابا عادل. اوكي طب يلا بسرعة خلصوني بسرعة بس عشان البتاع ده بيخش بوقي. طب خد بوزيا تمام. يلا حلو قوي. يلا يا عادل يلا بسرعة وزع الهدايا وتعالى خد الباقيين اللي عندي هنا. انا مش عاوز راس السنة تدخل عندي في البيت ويفضل عندي هدية. خلاص انا هخلص الهدايا اللي عندي وهاجي على حضرتك في البيت يعني اخد بقية الهدايا اروح ابيعها قصدي اوزعها على العيال كلها يعني واجي تاني اخد منك الهدايا هفضي لك بيتك كله يعني. جميل
تروح توزع هدايا وكل طفل يمد ايده في الكيس ياخد الهديه بتاعته. هديه واحده بس، لازم يرضى بنصيبه. اه طبعا طبعا، عشان حتى نطلع جيل جديد قنوع ومؤمن في نفس الوقت يعني. طب اتكلنا على الله. يلا سلام عليكم وهابي نيو يير وميري كريسماس. الهدايا بتاعته كله خلاص خلاص خلاص، احنا وصلنا وكله هياخد الهدايا بتاعته وكله في دوره كله في دوره كله في دوره. حاضر، انت ما خدتش هديلك دلوقتي حالا. حاضر يا حبيبي حاضر. فين مين اول حد هياخد الهديه؟ مين مين؟ تعالى تعالى انت يا صغنطه، تعالى 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 بسرعه بسرعه، مد ايدك وخد الهديه. خد ايه ايه الهديه؟ استنى بقى هنفتح الهديه ونشوف فيها ايه. يا ترى الهديه فيها ايه؟ استنى بقى نشوف الهديه فيها ايه. ايه ده؟ كاميرا. ايه ده؟ ده كاميرا من نوع الغالي. استنى اقف مع اصحابك، يلا نصوركم يلا نصوركم يلا نصوركم كلكم. بس صورناكم هنرجع بقى ايه الكاميرا لصاحبها، وانا هديك هديه تانيه هديه تانيه. ترى اديك ايه؟ بصوا بابا نويل هدي له هديه ايه. ايه رايك؟ ايه؟ يلا مين تاني هياخد هديه؟ حاضر حاضر حاضر، كله في دوره كله في دوره. تعالى 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 بسرعه، خد الهديه التانيه بتاعتك دي. استنى تعالى بقى نفتحها نفتحها، يا ترى فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ ايه يا ترى فيها ايه؟ استنى. الله، دبدوب دبدوب. الله، ده بتاع ياسمين بنتي يعني. لا ده انا عايزه يعني. لا اصل ده مش بتاعنا، ده مش بتاعنا، ده جه غلط هنا. انا هديك هديه تانية هديك هديه تانية هديك ايه بلالي. ايه ايه استنوا، وانتوا كلكم عايزين هدايا انا هديكوا بقى هدايا كلكم. حاضر هديكوا هدايا كلكم. بصوا بابا نويل هيجيب لكم هدايا ايه. لبان 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 من نوع الغالي جدا، لبان من نوع الغالي جدا. الله. وانا فين هديتي يا حاج نويل؟ حاج نويل اسمي بابا نويل. بابا نويل. بابا ايه؟ انا ابويا مات. طب انت ابوك مات، ما انا مال انا يعني. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز حق المشاريع. وانا شربت حاجه؟ عايز حق اي حاجه. حق اي حاجه ايه؟ هو ايه اي كلام وخلاص؟ اوعى. ايه ده؟ اوعى. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ عايز ايه؟ الحقوا يا عيال، بابا نويل طلع عادل سعيد. بابا نويل بابا نويل بابا نويل. ده أساس دولة، ده اللبس اللي انت لابسه ده. ايه اللبس اللي انت ايه؟ ولا هنستهبل على الصبح. يلا انت وهو يلا يلا معايا عشان نروح عندنا مشوار مهم جدا. تعالوا ورايا يلا. الله، طب والشغل؟ يولع الشغل، خدنا ايه من الشغل غير وجع القلب؟ انا خلاص وقعت على كنزي. يلا وقعت على كنز ومش عايز اي حد تاني يلحقه غيري. يلا بينا يلا بينا. ده ده كنز وذهب وياقوت ومرجان وزبق احمر واخضر وبامبا وبرتقاني وايه موبايلات وساعات وكل حاجه. يلا قبل ما اي حد تاني يعصر على الكنز ده انا عايز الحقه. وشوفوا لي عربيه نقل عربيه نقل عربيه نقل كبيره. والله هتلعب معانا يا استاذ دوله وهنبقى مليونيرات. لا انا شايف بقى ان هتلعب معانا وهنبقى مليونيرات. وتلعب معاكم انتوا ليه؟ انا اللي لقيت الكنز ده، الكنز ده بتاعي انا، انتوا هتساعدوني بس، انتوا مالكوش اي حاجه في الكنز ده، انا الوحيد اللي هبقى مليونيرات. يلا ورايا يلا ورايا. ايوه ايوه حاضر حاضر. ايوه اهلا 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 اهلا. تعال. ازيك يا بابا؟ الله يسلمك الله يخليك. طمني ايه عملت ايه الاخبار؟ وزعتوا الهدايا؟ اه وزعت الهدايا كلها الحمد لله. ده حتى يعني الهدايا خلصت فمن جيبي اشتريت شويه هدايا وديتها للاطفال. قول لي الاطفال انبسطوا بالهدايا؟ انبسطوا جدا. عياط 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 وكلهم بيدعوا لك يا بابا نويل. ربنا يخليك. طب انت مستني ايه؟ يلا لما بقيت الهدايا دي روح وزعها عليهم. حاضر. ده انت لو عايزني كمان اشيل الحيطان بتاعه البيت اشيلها. ثاني واحده جايب ناس يساعدوني يعني. كويس ان انتوا مش بتصنطوا. برافو عليكم برافو عليكم. لموا الهدايا دي كلها وطلعوها على العربيه النقل. ها ايه ده ايه ده كل دي هدايا؟ ولو 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 ما يحسد هدايا بابا نويل العيال. يلا 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 انت وهو. يا سلام يا سلام، اتنين تلاتة من بابا نويل دول كمان، والواحد بقى يعدل فقر بلانش. ويا
يلا يا أمورة اختاري هديتك وبابا يدفع الفاتورة. يلا يا مدام هاتي هدية لريهام. بابا نويل معذور وعليه 6 شهور من غير نور. لو سمحت عايزة اشتري موبايل بكاميرا البنت. وعندك موبايل بكاميرا البنتها. الفلوس يا مدام. اهلا 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 بابا نويل يا لذيذ بيضرب اسعار شارع عبد العزيز. اتفضل يا استاذ. عاوز كرة كفر اصلي لابني. ادفع 20 من غير فصال. بابا نويل ما بيحبش الفصال. كرة كفر عندك هولي. شايف يا استاذ دولة ده طلع نصاب عمال يبيع هدايا بابا نويل بالفلوس. ايه ده ايه ده شايف الكيس هينفجر من كتر الفلوس. لا وكمان خد بالك ده الكيس هينفجر من كتر الفلوس. يلا يا استاذ عندنا موبايل برناتو وعندنا كوتشي برباطو وعندنا يا سيدي اللبن ببقسماطو. يا سلام يا هيمة الاستاذ دولة ده ربنا فتح عليه من واسع. يلا يا سيدي يلا يا اخويا الحق يا سيدي الحق بابا نويل قبل ما يعلى يا جدعان. اهلا اهلا يا باشا تحت امرك يا باشا. احنا مش عايزين هدايا ولا حاجه احنا عايزينك انت. ايه ده ايه ده ايه ده وامشي معانا من غير اي صوت بدل ما اخلي اطفال العالم كله تحزن عليك. معقوله معقوله حد يعمل كده في بابا نويل ومعقوله يعني. ما تخشش عليا بالشغل ده وامشي معايا من غير صوت. اللي هتعمل اي حركه حاضر هتندم عليها. لا حاضر حضرتك حاضر حاضر. يلا بابا نويل اتمسك يا جدعان. يلا يا مدام الحقي بابا نويل وبيجروا الحساب. يخرب بيت عينيك ده انت جبار يا دميزو. انا دينغ البين. حرام عليكم مش كده يا اخوانا كمان بتزقوني. مش كفايه الراجل الغلبان اللي انتوا خدتوا فلوسه اللي راقد في البيت ده. ايه الافتراء ده؟ ايه ده انتوا قابضين النهارده على كل بابا نويل اللي في البلد ولا ايه؟ طب واحنا زعلناهم في حاجه؟ حد فيكم زعلهم في حاجه يا اخوانا؟ واحنا اصلا نعرف حد فيهم؟ يبقى اكيد عندهم بارانويا بابا نويل. ماشي وسعوني بقى رايح العضمتين. شكرين يا بابا نويل. شكرين يا بابا نويل. شكرين يا عم نويل. حضرتك جوزي عادل انا اللي كان لابس بابا نويل. حضرتك بقاله يومين مختفي وانا خايفه قوي يكون كرعون او قطعون خدوه خطفوه لطعوه على قفاه. يعني كل اللي بيلبس بابا نويل في الزمان ده بيتخطف. يعني بقى دلوقتي الزمانيون اللي احنا فيه ده خساره في الناس دي بابا نويل. اخويا اخويا لو راح اخويا هعيش موحوده في الدنيا دي. رجع لي اخويا. حضرتك هو دلوقتي بقاله سنه بحالها مختفي وانا قلقانه على جوزي عادل قوي. السنه اللي فاتت ايه مدام ده بقى له يومين بس. يوه بقى حضرتك ما تلخبطنيش بقى. يعني هو دلوقتي مختفي يوم 30 السنه اللي فاتت اللي كانت من يومين. النهارده بقى 1/1 السنه دي اللي عدى عليها يومين. يعني بقى له سنه مختفي. يا حبيبي يا بابا الدنيا مستكتر عليا ان انا يبقى لي 2 بابا. بابا عادل وبابا نويل. انا عايزه بابا نويل. يا حبيبتي ارجوك يا حضره الضابط ابذل قصارى جهدك رجع لها بابا نويلها. وصحيح اخويا ما يستاهلش بس رجع لها ابوها. اطمنوا. ايوه انا اتنقلت الاداره العامه للكريسماس قسم مكافحه سرقه بابا نويل. واحنا وصلت لنا معلومات ان في عصابه بتلم بابا نويل من السوق. ليه معيوبه وهيرجعوها المصنع؟ فعلا ممكن يكون في عيب في الصناعه ورجعوها الصيانه. بس في لغز هنا. بس اوعدكم ان في ظرف يوم واحد يعني 84 ساعه بالظبط هكون جبت لكم بابا نويل هنا. اطمنوا. ايوه انتوا يا جماعه اللي بره ما تفتحوا لنا الباب. طب حكمونا. طيب طب عايزين نعرف ايه تهمتي يا اخوانا. حرام عليكم. طب الفلوس بتاعتي قصدي بتاعت الراجل الغلبان. طب حد اتصل برانيا. طيب مسيو زابت سيل تبلي عادل بقاله 5 أيام مش موجودين ومش لاقينه خالص في اي حته. هيز لوست ان بارادايز. يا حضره الظابط انا عايزه بيبي بتاعي. انا بابا نويل حرام عليك وخدنا ايه من بابا نويل ومرمطته في وسط العيال بالهداف. اين انت يا عادل؟ اين انت يا حبيب العمر؟ يا
يا ترى انت فين يا حبيبي؟ يا خسارة شبابك وجمالك يا حبيبي. يا ترى انت في مصر ولا في الدقهلية؟ في قاع المحيط ولا في درعة المريوطية؟ ما كنتش عارفة امتك الا لما غبت يا عادل. ما كنتش عارفة امتك يا اخويا، يا حبيبي يا اخويا، يا اللي ماليش غيرك يا اخويا. هقول لمين يا موكوس دلوقتي يا اخويا؟ منه لله، منه لله اللي كان السبب اللي خلانا ست ستات كده من غير راجل يحميها. اثبتي كلامك بقى. اللهم انا رحت فين؟ عيب عيب. وما انا نعمل ايه؟ انا حالي واقف من يوم ما اتخطف وانا ما بقبضش على حد. انا عايزكم تهدوا. خلاص ايوه خلاص، عملنا دايره كبيره ورحنا عاملين مربع، ضيقنا دايره وكسرنا مربع، ضيقنا دايره وكسرنا مربع لحد ما خنقناهم في الدايره وعرفنا العصابه ساكنه فين بالظبط. ضيقتوها ليكون عادل جوه الدايره فتخنقوه. شطب شطب يا نينا يا نينا، ركزي معايا، ابوس على ايدك. العصابه دي كانت بتخطف بابا نويل. ايوه ليه؟ عشان تسرق الهدايا اللي كانت معاهم. منهم لله، منهم لله الوحشين اللي عايزين يطفئوا البسمه من على عيون الست ستات. فينك يا بابا نويل؟ ادوني بس لحد بكره 84 ساعه بالظبط، وبابا نويل بتاعكم هيكون هنا. اطمنوا. ايوه الطبق ده هنفضل نحفر بيه لغايه اما ناخد حريتنا. لا احنا مش هنحفر، انا هنام. وهنفضل نحفر لغايه امتى؟ لغايه اما نوصل لنفق الازهر، وايا كان الوقت اللي هياخده مش مهم، المهم ان احنا نوصل يا جماعه وناخد حريتنا بايدينا، ما حدش هيديها لنا. بس احنا كده هنقعد نحفر كتير قوي. نحفر ان شاء الله 5 سنين 10 سنين 20 سنه، زي ما انور وجدي حفر هو وحسين رياض لغايه اما خدوا حريتهم وراحوا لسراج منير وادوله على عينيه. متفقين يا رجاله؟ متفقين. ايه اللخبطه دي بقى؟ ايوه الدولة، املى بقك بمبروك اني انقذتك. اول مره اتبسط ان انا قبلك. يا ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. الحمد لله دوختني وراك يا راجل. اهم حاجه قبضتوا على العصابه زي كل مره، هربوا قبل ما نيجي. يا نهار ابيض، يعني خدوا كل تعبي وشقايا والهدايا والفلوس ومشيوا. تعبك وشقاك؟ يعني تعب بابا نويل وشقاه مش تعب انا، اصل هو الراجل تعب قوي يعني. ايوه هنتكلم في الموضوع ده بعدين. في الاسم اقبضوا عليه. احلى اقبضوا عليه اتقالت والله وسمعتها. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. كم راجل اتورط ودخل في جوازات، بيعيش ويتمرمط مع واحدة بالذات، ويعيني على دولة اتدبس في دولة، أكيد لا دول مش مخلوقات. اتزل واتداين واتدب في قصار، حتفك مش باين دول ست ستات. طب والنعمة لو عنطر وبوسط كل سنطر، كان هيس وفيص ومات. ده مصيبته ست ستات، ما انا راجل ومعايا ست ستات.